السلام عليكم. اليوم نروح نشوفه القطب البيوتكنولوجي اللي يوجد في بالقرب من المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. وهذا القطب البيوتكنولوجي يعني يضم بعض الشركات والمخابر في ميدان البيوتكنولوجيا، معناها الميدان تاع صناعة الدواء و كل ما هو علاقة بالكيمياء والأدوية. وفيه بعض الشركات اللي راح نشوفه، هو قطب كبير على كل حال وراه في طريق يعني النمو. فيه بعض الشركات اللي أخذت يعني المقرات نتاعها ثم في هذا القطب، ويراد منه ان يجمع يعني لي فلورون دو لاندستري فارماسيوتيك ان الجيري. لكن كما رانا نشوفو التهيئه كالعاده تبقى هي النقطه السوداء في بلادنا. اذا هذا الان هنا نشاهد مركب او مصنع او مخبر للادويه. هذا المصنع الأول، ثم نزيد نشوف مصانع أخرى للأدوية. والجدير بالذكر أنه يعني المصانع الكبيرة اللي موجودة يعني اللي عندنا في الجزائر غير موجودة هنا في هذا القطب البيوتكنولوجي، موجودة في مناطق صناعية أخرى كما صانوفي وفايزر، ويعني العلامات الكبرى غير موجودة في القطب هذا، لكن فيه موجود بعض العلامات الكبرى من الشركات. سوف نشاهدها فيما يلي. إذن هذا مصنع الأول، سوف نجوز ونشوف بعض المصانع، ما حش نجوز كل ان القطب هذا البيوتكنولوجي هو كبير جدا، وكان اوعيه عقاريه مازالت كثيره لم يعني لن تنجز فيها، مازالت تستوعب مصانع اخرى. يعني هنا نشوف مصنع اخر للادويه، وان شاء الله نلقى يعني في الواجهه نشوف التسميه تاع مركبات. هنا عندنا مصنع آخر للأدوية، وهذه فكرة جيدة لإنشاء قطب بيوتكنولوجي يعني يلم كل الصناعات البيوتكنولوجية في منطقة واحدة. لكن يبقى يعني التهيئة الخارجية تبقى هي النقطة السوداء، هو المشكل اللي راح نلقاوه في يعني في على مستوى المناطق التطور العمراني. هنا نشوف مصنع آخر قيد الإنشاء، مصنع آخر قيد الإنشاء في مجال البيوتكنولوجيا. وكما قلنا المنطقة هذه يعني القطب هذا كبير ما شاء الله، مساحة شاسعة. وبالمناسبة أنا جانفيت يعني طالب المطورين العقاريين ولا المستثمرين باش يجوا يستثمروا في المنطقة نتاع سيدي عبد الله بصفة عامة، يعني في كل مجالات. ندخلوا في شارع آخر ونشاهد هنا
مصنع على اليسار، وهنا كذلك مصنع آخر، كلهم في ميدان بيوتكنولوجيا. يعني بتعبير بسيط، كل هذه المصانع أو المخابر تنشط في ميدان صناعة الأدوية أو إنتاج الأدوية. نلاحظ هذا مصنع آخر، الكندي، هذه شركة الكندي اللي أنظن على حسب ما أتذكر هو يعني مستثمر، شركة أردنية الأردن. وهنا كذلك عندنا مصنع آخر لإنتاج الأدوية، شركة حاول نقرأ باش نشوف نشوف ثلاث مصانع بس ما مرينا منهم. أنا أمام مصنع ميدي فارما انترناسيونال، هذا مصنع آخر وهنا أرانا أمام مصنع إذن هذه هي هذا هو القطب البيوتكنولوجي اللي راه قيد الإنشاء في
تعليقات سيدي عبد الله، وأترككم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.